خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، صحه جيده ان شاء الله. اليوم غندير معكم طريقه ديال الحريره ديالي العشيه هادي، وطلبوا لي الدراري ندير لهم الحريره، وقلت علاش ما نشاركهاش مع المشاهدين. وانا حنا ان شاء الله غنبداو. عندي هنا الحمص ديالي، عندي هنا القزبر، الكرافس، المعدنوس، بصيله محكوكه، عندي شويه سكينجبير، الزعفران الملوين، عندي البزار والزيت والملحه. على بركة الله هانتوما عندي الحمص هنا ديالي، عندي بصيلة حكيتها في الحكاكة، عندي هنا القزبر، أنا راه قطعته قبيلات، بغيت نوريكم طريقة التقطيع، راه عادي راه كلشي تيعرف. هادي حريرة مكناسية، نتمناها تعجبكم. غرفقها بمكملات عاديين، مليميات سمنات عاديين. انا الدراري الا ما كانش المسمن ما تيبغيوش الحريره، ضروري تكون شويه ديال المسمن. ندينا شويه سكنجبير، السكنجبير ما تنديروش بزاف، ها نتوما ندينا البزار، معلقه صغيره على حسب الذوق، اللي كاين كيبغي الحار وكاين اللي ما كيبغيش الحار. انا درت معلقه صغيره وهاد شويه. ديرنا الملحه، الملحه نتوما على حسب الذوق. انا درت مطيشه ديالي تطيب، درت فيها مليحه وطيت على البوطه تطيب. باغا ندير معكم الزعفران ديالي، الزعفران انا كنشري هذا ديال السلسله وتنخلطو مع الخرقوم، راكم عارفين البنات. دابا هذا غنديرو انا هكذا، كنديرش انا الخرقوم في الحريره، غير الزعفران هانتوما، رويز ديال المعلقه ماشي بزاف، وشويه د الزيت ماشي بزاف. هانتوما خوتي، بعد ما طاب لنا الحمص ديالنا، ها هو راه طاب مزيان هانتوما، هذا هو الحمص ديالنا فاش طاب الربع ديالو. هذه مطيشه انا طحنتها، عندي كيلو د مطيشه غنخلوها فيها هانتوما. عندي هنايا العدس، العديسه ديالنا هانتوما شحال درت، ثمن نص كاس د العدس حتى هو غنلوحو. هنا الحريره ضروري نديرو فيها العدس، وعندي هنا جوج معلقات د مطيشه د الحك كبيره هانتوما، جوج معلقات عندي هنايا عبرتهم، وهذا الطحين ديالنا هانتوما غنديرو نص ديالو. هنا راه تقريبا درت انا جوج كاس ونص هنايا، غادي نشوف غندير النص ديالها ونشوف باش ما تجينيش ثقيله، انا ما كنبغيش الحريره ثقيله. وهذا الربع بعد ما طيبنا الحريره ديالنا حتى الاخر، وهذه الشعيريه فاش الحريره ديالنا طيب غندير معكم السمنات. عندي هنايا زلافه ديال الزرع، وعندي هنايا جوج سلايف ديال الفورص هانتوما، نقطع هادشي غندير معاه واحد نص خماره ديال الكاطو واحد المعلقه ديال السكر سنيده صغيره، معلقه صغيره، معلقه ديال الخميره، عندي هنا المعجونه ديال العجينه هانتوما، معلقه طريفقه، وعندي الملحه ديالنا، الملحه غنديرو بيدينا باش نعرفو شنو، شويه على حسب الذوق ديال الملحه، كاين اللي كيبغي الملحه كاين اللي مكيبغيش هانتوما. وغنجمعو بمياه دافيه، كيجي زوين، و المكمل ديال مع الحريره كيجي زوين، و في الطريقه ديالي عاوتاني خاصه انتما تشوفوها، راه كيجي زوين. و نتمنىو يعجبوكم، يكون هاد الروتين خفيف عليكم، نتمنىكم تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا النهايه ديال الفيديو كامله.
ونجمعوا العجينه ونقلكوها مزيان. الماء ما ديروش سخون بزاف باش تدلك لكم العجينه، كتزيدوا شويه بشويه. ما خوتي بعد ما دورنا الحريره ديالنا هانتوما راه تلقات العجينه ديالي بعد ما بوختها، هانتوما راه تلقات مرخوفه. انا نوجد معكم واحد داو الجنجات، شوفوا كي كتج. وهنا راه عندي الزرع، انا تندير معاه شويه ديال الخميره، خماره ديال الكاطو، راه كيجي مورق كيجي زوين. وهنا عندي الزيت روميه وشويه ديال الزبده، ماشي بزاف. كتمشى العجينة بسهولة هانتوما. هانتوما ديرو هكا شوية ديال الزيت والزبدة، شوية ديال الفينو، نخلطو بالخمارة. غنبقى تقطع لكم كاع العجينة هانتوما. نديرو عاوتاني شويه ديال الفينو هنايا، شويه ديال الزبده والزيت، ونوليو نتنيو. هانتوما راه كتورق لكم بسهوله. نستمرو هكا. هانتوما هي طويه ديروها مرخوفه، مديروش طويه مزيره. كاين الاخوات اللي كيديروا طويه مزيره باش كيجيكم ملوين من الداخل ما مورقش. ها انتم كنورقوا انتم انتم تنخليوها هكا على جنب بلاتي عاد تنصبها. نزيد معكم وحده اخرى. كيجي مورق كيجي زوين، نتمنىكم تجربوه. ورا الاخوات كلشي ولا كيعرف، اللي ما كانش كيعرف راه حنا براسنا ما كناش نعرفوه. وشي تيشوف من شي وشي كيتعلم من شي، وحنا غاديين وحنا المهم تنشاركوا معكم تنوسوكم وتتنوسونا. هادشي اللي كاين، ولفناكم ولفتونا، هادشي اللي كاين. انتما الى جينا خوتي ما ملي وجدت الحريره ديالنا ها هي، انتما شحال ديالها كي كيجي ماشي يتكون فيها. وهادو الخمارات ديالنا انتما راه كيجيو زويونين، انتما راه شاشين. نتمنوا هادشي يعجبكم ويكون خفيف عليكم، وما تنساوش تدقوا على الجرس فضلا ليس امرا. وهذا الجبن ديالنا اللي وريتكم داك الخطره راه حاطاه، عاودت اليوم صوبته لوليداتي.